أفاد التلفزيون العراقي أن إعلان النصر في الموصل سيتم خلال ساعات، كونه لم يتبقى سوى أمتار قليلة تحت احتلال تنظيم داعش. مصادرنا قالت إن مسلحي داعش لا يملكون سوى خياري القتل أو الفرار، مؤكدة بأن الكثيرين من مسلحي التنظيم حاولوا التسلل بين النساء والأطفال، لكن القوات العراقية اعتقلتهم بمساعدة أهالي الموصل. تتوجه فوهات بنادق القوات العراقية نحو آخر جيوب داعش في الموصل. قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت السيطرة الكاملة على بلدة القديمة في الموصل غربي المدينة، إلا أنها لم تعلن بعد عن تحريرها تماما من مسلحي داعش. وعزى مراقبون تأني القوات العراقية قبل إعلان تحرير البلدة القديمة تماما من مسلحي داعش باستمرار عمليات تطهير وتفتيش والبحث عن بعض مسلحي داعش الذين يختبئون في الأزقة والمباني المهدمة. وتقع البلدة القديمة برمتها حاليا تحت سيطرة القوات العراقية، لكن هناك جيوب يجب القضاء عليها قبل إعلان التحرير. ولهذا السبب أكدت قيادة العمليات المشتركة أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة. العميد محمد الخضري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أكد لأخبار الآن أن المعارك تدور الآن في المربع الأخير من منطقة الموصل القديمة، وأن مسلحي داعش لا يملكون سوى خياري القتل أو الفرار، مؤكدا أن كثيرا من مسلحي التنظيم حاولوا التسلل بين النساء والأطفال، لكن القوات العراقية اعتقلتهم بمساعدة أهالي الموصل. المعارك تدور في المربع كما يقال الأخير في الموصل القديمة. العصابات الإرهابية الآن ليس لها إلا طريق واحد وهو القتل أو الفرار، وبالتأكيد الكثير من العصابات الإرهابية والعناصر الإرهابية تسللت مع النساء والأطفال، ولكن حكمة أهالي الموصل وفيض المعلومات التي يدلون بها للقوات العراقية أدت إلى إلقاء القبض على العشرات من العناصر الإرهابية. التلفزيون الرسمي العراقي أعلن وسط هذه الأجواء أن إعلان النصر في الموصل سيتم خلال ساعات، علما أن القوات العراقية أعلنت أنها تتعامل مع عدد محدود من قناصة داعش في المنطقة. من جهته قال قائد عمليات قادمون يا نينوى بالقوات الخاصة عبد الأمير رشيد يرى الله إن قوات الشرطة الاتحادية حررت باب الطوب بالكامل وسوق الصاغة وشارع النجفي، وبذلك تكون قد أكملت المهام المنوطة بها في المدينة القديمة والساحل الأيمن الغربي من الموصل. الجدير بالذكر أن القوات العراقية بدأت هجومها على الموصل يوم 17 من أكتوبر من العام الماضي، واستعادت الجانب الشرقي من المدينة في يناير الماضي، ثم أطلقت لاحقا معركة الجزء الغربي. وأعلنت القوات يوم 18 من يونيو الماضي بدء اقتحام المدينة القديمة، وأصبحت حاليا في المراحل الأخيرة من العمليات العسكرية.